وإذا كان في فضيلة الشيخ تستفسر يمكن عن العشر الأول من ذي الحجة هل هناك أذكار مشروعة؟ العشر الأول من ذي الحجة الأذكار المشروعة التكبير، تكبير المطلق، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، يكرر هذا ويردده في الليل والنهار وفي المسكن وفي المسجد وفي المتجر وفي الطريق، يكثر من التكبير في عشر ذي الحجة. نعم.